أسعد الله أوقاتكم. في تاريخ المقاومة المغربية برجالاتها ونسائها تختلف المنطلقات والأسباب، لكن الأهم والغاية هو الوطن. محمد البقال، اللاعب الذي تستهويه كرة القدم، فضل الانصراف عنها رفقة رفاقه وأصدقائه إلى حلبات المقاومة بكل مغامراتها. شخصية تمتاز بالتمرد، شخصية ساحرة ومتميزة. محمد البقال ظل في حالة رفض شديدة لما رآه من قبح الاستعمار على المغاربة، وظل يتطلع إلى مغرب أفضل، وكان يرى أن الواقع شديد القبح ويرفض التعامل معه. كان إنسانا غاضبا يتملكه بشدة لما يراه من حوله، وتحول إصراره إلى عناد وإلى إرادة حديدية لا تلين، وإلى عناد في مقاومة الاستعمار، وهو يقاد في اللحظات الأخيرة إلى الإعدام. من يكون محمد البقال في تاريخ المقاومة المغربية؟ وما هي أعماله في دروب المقاومة وجيش التحرير؟ وما هي كلماته الأخيرة وهو يساق إلى النهايات الحزينة؟ ببساطة، إنه إنسان متمرد يقول لا، ساخط على الأوضاع وعلى مجرياتها. كان يؤمن في قرارة نفسه أنه يدافع عن قضية حقيقية هي تحرير المغاربة. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا في مشاهد من رحلة لاعب من كرة القدم إلى دروب المقاومة المغربية ومنعطفاتها الشديدة والخطيرة، وكذلك مكر التاريخ. ولد الطفل محمد البقال سنة 1926 بمدينة مراكش، وعاش بين أحياء المدينة القديمة، وهو يتابع أخبار سطوة الباشا القلاوي وميلاد الحركة الوطنية في الثلاثينات بين الكتاب وبين مدارس الحركة الوطنية الخاصة ومهن مختلفة، وعشق كبير لكرة القدم. وجد نفسه منخرطا في فريق الياجورية، أي عمال الياجور، سنة 1943، ليتحول الفريق فيما بعد إلى مولودية مراكش سنة 1943، ويكون من أوائل اللاعبين داخل هذا الفريق. في إطار التعبئة الشاملة كباقي الشباب المغاربة في هذه الفترة ببنية جسدية قوية، انضم إلى جيش التحرير بقيادة محمد بن الميلودي ومحمد بن حمو الكاملي، إلى جانب رموز من العمل المسلح مثل جناح بن عشير وغيرهم. تدرب على استعمال السلاح وعلى التكتيكات التي يمكن استخدامها خلال هذه المرحلة بكل من تطوان، بجنان الزرهوني وبغابات فضالة بالمحمدية، وكذلك بنواحي أمزميز، وانتقل كذلك إلى مدينة أسفي. ظل يمثل أهم وسيط مع عبد الله إبراهيم وحركة المقاومة، نظرا لقدرته الكبيرة على التحرك بشكل سريع وما ركمه من فعل ثقافي ونضالي خلال هذه المرحلة. وأصبح لدى السلطات الاستعمارية الفرنسية مبحوث عنه، وبدأت الشرطة تطارده وتزور منزله، وكذلك تسأل عائلته وزوجته من يعني بين الفينة والأخرى. من جانب آخر، ترسم
شخصية محمد البقال، سيرة شاب غاضب من سوء المعاملة السيئة ونظرة الاحتقار ومن معاناة الفقر والحرمان وغياب العدل، وعن الفساد السياسي الذي انتشر في المجتمع، عن مجتمع خاو يتفرج عن الأحداث، مجتمع لا يحمل أي قضية. لذلك فضل محمد البقال اللاعب الانتقال من كرة القدم إلى الدفاع عن تحرير الوطن وضد الخونة، مرددا قولته الشهيرة: فلتنصب اللعنة على الخونة والجواسيس. لكن هذا فقط مجرد فصل أولي في سيرة اللاعب محمد البقال، ابقوا معنا. ظل محمد البقال ورفاقه مطاردين من قبل السلطات الفرنسية وأجهزتها بين لعبة الاختفاء والظهور. وفي 15 غشت 1953 تظاهر حوالي 800 من سكان مدينة مراكش أمام القصر الملكي في المشوار السعيد بمراكش للتنديد بمؤامرة ضد السلطان محمد الخامس ونفيه، ثم توجهوا إلى ساحة جامع الفنا وانضم إلى المظاهرة المئات من المواطنين ليعودوا بأعداد غفيرة إلى القصر الملكي. وفجأة وخلال هذه التظاهرة الحاشدة ظهر محمد البقال من مخبئه مخاطبا الجماهير، وتعرف عليه الجواسيس وألقي عليه القبض. بالموازاة مع هذا الحدث وقبله بقليل، تمت مداهمة منزل محمد البقال من طرف أعوان تهامي القلاوي وخليفته حسي، وتم اعتقال والدة محمد البقال السيدة رقية، وهي سيدة وامرأة طاعنة في السن، وأختاه زينب البقال وفاطمة البقال، وابنة أختهما الطفلة الصغيرة فاطمة البقال وعمرها لا يتجاوز 13 عاما، وهي أصغر مقاومة في المغرب على ما أعتقد. قضوا يعني الأربعة ما يناهز سنة وأربعة أشهر في السجن، ولم يفرج عليهم إلا بعد اعتقال محمد البقال بتاريخ إلا بعد اعتقال محمد البقال وإعدامه في 22 أبريل 1954. في أبريل 1954 أصدرت المحكمة العسكرية بمراكش الحكم بالإعدام على 4 لاعبين ومسيرين لفريق مولودية مراكش: محمد البقال والحسن بعيدة والعربي بعدي، أما كبور عياد فكان له حظ يعني من السماء فلم ينفذ فيه حكم الإعدام. ويعني من الطرائف وقبل النطق بالإعدام التفت القاضي إلى اللاعب الحسين بعيدة، وكان أصغر اللاعبين سنا وأصغر الفدائيين عمرا، وخطبه القاضي قائلا: يا لك من شقي، لماذا تخليت عن لعبتك المفضلة كرة القدم وحملت البنادق؟ فأجابه وبريق الإصرار في عينيه: إن الكرة كانت للتسلية، أما القنابل فكانت من أجل استقلال الوطن. بالفعل لم تنتهي حكاية محمد البقال هنا، بين فصول المطاردة والتضييق إلى الإعدام، وتلك حكاية أخرى تابعوها معنا. كان محمد البقال غاضبا من شيء ما وبسبب شيء ما، كل ما يحيط به من قلق وصراع وتوتر ومعاناة كان يؤثر في نفسه
ويدفعه دفعا نحو الالتحاق بصفوف جيش التحرير، مرددا: ما ينقصني في الحقيقة أن أرى نفسي بوضوح، المهم لدي أن أفهم مهمتي. من طبيعة الحال كانت المهمة الالتحاق بصفوف جيش التحرير. ومن آخر كلمات محمد البقال داخل المعتقل رسالة قصيرة كتبها قبيل إعدامه، جاء فيها: إني مبتهج بإصدار أحكام الإعدام، وإنني لست في حاجة إلى المواد الغذائية، وعندي ما أقرأه طوال النهار، وأرجو أن تكونوا كذلك. وقد أثارت هذه الرسالة مواقف المحامي شارلو غران الذي يعني جاءته بنوع من الغرابة وهو يدافع عن هؤلاء الأبطال متسائلا: أليس هناك ما يمكن فعله بهؤلاء الرجال الذين برهنوا عن هذه الشجاعة وهذا الإيمان سوى تحويلهم إلى أهداف تخترقها طلقات الإعدام؟ هذا النص الصغير أورده الحسن المانوزي في كتابه الحسن المانوزي غاندي نضال مستمر من أجل الاستقلال والديمقراطية. في صفة المقاوم بعد الاستقلال، واش انت مع يعني واش انت مقاوم ولا ماشي مقاوم، وهو فصل آخر يعني من فصول كتاب التاريخ المغرب. فهناك من حصل على صفة المقاوم دون أن ينتمي إلى هذه المقاومة أصلا، ودون أن ينتمي إلى جيش التحرير، ودون ما أن يرمي حجرة على بعد أمطار من المستعمر. وهناك من تنكر له الجميع، كما هو الحال لرفيق محمد البقال السيد أحمد عشاق بن المحجوب بأمزميز. كان محمد البقال يرفض المواقف الرسمية بشكل تلقائي، مؤمنا بحتمية بأن لا أحد يموت بدون نعيين. للإشارة، خلد اسم محمد البقال بزنقة بحي جليز بمراكش، وبمدرسة ابتدائية بعين شق بالدار البيضاء حسب معلوماتي المتواضعة من طبيعة الحال. وهل هناك شيء آخر؟ لا أعتقد. وإلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة. الشكر للمصمم المغربي عبد اللطيف فاضل الذي أهداني مرة ثانية هذا الجبادور لتقديم هذه الحلقة، وهو جبادور أنيق جدا. والشكر موصول إلى المتابعين والمعلقين والمتفاعلين والداعمين لهذا المحتوى ولهذه المادة الإعلامية التي تتطلب الكثير من الجهد. إلى حلقة جديدة بحول الله، كل المنى وألف تحية وسلام. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.